بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. وتبطل الصلاة بالسلام من ضابط يشك في الإتمام. من ضابط يشك في الإتمام. فريضة لا واعلم بأن السهو في النوافل كالسهو في الفرض سوى مسائل. فاتحة وسورة جهر وسر. نعم. وزيد ركعة وركن إن خسر. نعم. فذاكر فاتحة من نفل أن إن عقد تمادى مع قبلي ومن فريضة نلغى وزاد أخرى وليتمادى والسجود مرة. ذاكر في النفل بعد معقد سورة أو سرا وجهرا ما سجد 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 فخم الراء جهرا ما سجد وجهرا ما سجد. نعم. والذاكر في النفل قبل عقدي ثالثة رجع عليه البعد وإن عقد ثالثة تهيأ لأربع وسجد قبلية بعكس فضه فيرجع متى ذكره ببعديناتا. والذاكر مثل ركوع وسجود من بعد طول وسلام لا يعيد نفلا وفي الفوض يعيد أبدا كمبطل نافلة تعمدا. وتبطل الصلاة بالسلام من ضابط يشك في الإتمام من كان من غير أهل الوسوسة. الضابط معناها لا يأتيه الشك كل يوم والشك يستنكحه ذاك ذره إذا أتاه كل يوم مرة كما قال العلامة عبد الله بن الحاج رحمه الله تعالى في نظم رسالة صاحب نظم الأخضرية. إذا كان الشخص غير مستنكح الشك معناها ضابط معناها الغالب عليه أنه لا ينسى في صلاته لا يشك في صلاته فإذا سلم وهو شاك في صلاته بطلت صلاته. أما من كان يشك دائما الواجب عليه أن يسلم وهو شاك ويسجد بعدها ما يجلس كما قال. واعلم بأن السهو قد قال لك ماضي وليترك الوسوسة الموسوس ولازم البعدية فيما يجلس فلا بد أن يسلم وهو شاك. نعم. واعلم بأن السهو في النوافل كالسهو في الفرض سوى مسائل. اعلم أن السهو في النوافل كالسهو في الفرض وكل ما يلزم منه القبل يلزم منه القبل كل ما يلزم منه البعد يلزم منه وما لا يلزم منه شيء لا يلزم منه شيء وما يبطل يبطله النافلة كالفرض. لماذا؟ لأنها بالدخول بها تجب نافلة بالدخول بها تجب فحينئذ صارت فرضة. هذه هي لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم في أشياء تلزم بالدخول فيها. النفل ليس بالدخول يلزم إلا بمسائل كما نظمها سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم مراق السور يعني العمرة ما كانت واجبة ولكنها عندما تدخل بها تجب ويتم الحج والعمرة لله. فالعمرة ما كانت واجبة أصلا ولكن بالدخول فيها يجب إكمالها. نعم. نعم الأذان وفي أشياء مثلا يجب إكمالها عندما تدخل فيها. فمن ذلك النافلة عندما تدخل في نافلة الصلاة يجب عليك أن تكملها. فلذلك صارت كالفرض. ما يبطل الفرض يبطلها وما يصح به الفرض تصح به وما يسجد في البعد يسجد في البعد وما يسجد في القلب يسجد في القلب إلا مسائل ذكرها الناظم وكذلك ذكرها شراح خليل فلم يذكرها خليل ولكن ذكرها شراح خليل. فاتحة وسورة جهر وسر. فمن ترك الفاتحة في النافلة ليس كمن ترك الفاتحة في الفريضة ولكنها غير مشهور مشهور أن من ترك الفاتحة في الفريضة والنافلة سواء. هذه ضعيفة المسألة ضعيفة والأخرى جهر وسر. الجهر والسر طبعا من ترك الجهر في النافلة فلا يلزمه أي شيء ما دام يحرك لسانه ولو ليلة
وكذلك أيضا من ترك السر في النافلة كالنهار صار يقرأ جهرا، هذا لا يلزمه بعد. والجهر في النهار كما قال أيضا في نظم الرسالة وهو نفسه رحمه الله تعالى، والجهر في النهار حل، والجهر في النهار حل نازل ما تذكر آخر البيت، حل ما ليس بالأعلى ليس بالأحسن، حل داني، حل داني معناها أدنى، معناها أدنى مرتب، حل داني. وأقول أقل الشفع ركعتان، نعم الرسالة. وزيد ركعة، وزيد من زاد ركعة في الفريضة، أليس كمن زادها في النافلة؟ وسيأتيك البيان. وركن إن خسر، فمن تذكر ركنا من الفريضة بعد أن طال الوقت بطلت الصلاة، بخلاف النافلة لا تجب إعادتها. من تذكر ركوعا وسجودا بعد أن طال الوقت من النافلة لا تلزم إعادتها. فالذاكر فاتح، هما بين ذلك، هما ذكر المسائل التي تخالف فيها النافلة والفريضة، هما بعد ذلك سرد الحكم في الكل إيضاحا. نعم. فذاكر فاتحة في النفل إن عقدت مال، وقلنا هذه المسألة ليست مشهورة لا تشتروها. من تذكر الفاتحة بعد أن قرب من ركبتيه أو مس ركبتيه، قرب أو مس، ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في النافلة، تمادى والسجود القبلي على قوله، فهمت؟ قول من قول الأخضر، لأنه فرق بين النافلة والفريضة، لكن الصحيح أنه لا فرق بينهما، حكم كما مضى. نعم، لا نطيل بها. فقد قدمنا ماضيا أن الصحيح في الفريضة حكم الاحتياطي أنك تسجد قبلي وبعد ذلك تعيدها. وفي يقول أنها صحيحة خلاص تسجد القبلي وكذلك يضع النافلة. فذاكر فاتحة في النفل إن عقد تماد مع قبلية وكفاه ذلك. ومن فريضة ألغى تلك الركعة على ما قال هو وزاد ركعة أخرى، ولكن هذا قلنا هو لا يقول احتياطي وليتمادى، لأن قلنا فقط آية أو آيتين فقط، أما الفاتحة كاملة فلا يسامح بها، فإنه يلغي الركعة ويأتي ركعة بدلة على قوله الأخضر. ولكن مشهور غير ذلك، مشهور أنك تسجد قبل وتعيد الصلاة احتياطا. قلنا لا فرق بين الفاتحة والآيتين. والذاكر في النفل بعد ما عقد سورة أو سورة، هذا هنا يتضح الفرق في هذه المسائل الأخرى. وذاكر السورة بعد ما عقد، بعد أن قرب من وضع اليدين على الركوع، لأن عقد الركوع هنا القرب من الركبتين، لأن بلغ حد الواجب، والحد الواجب في الركوع ركوع تقرب راحته به من ركبتيه، يعني يكون قريب الراحتان وهما اليدان من الركبتين. إذا بلغ ذلك الحد وهذه السورة في النافلة فلا شيء عليه، أما في الفريضة فقد فاته ذلك والسجود القبل. وكذلك السر، فمن كان في حالة السر وجهر جهرا رفيعا بحيث كان هذا لو تذكر يعيد السورة، لو تذكر قبل الركوع يعيد السورة ولا شيء عليه، وإن كانت الفاتحة يعيدها ويسجد بعد. فإن حصل مانع من ذلك فعليه البعد صحيح، أما في النافلة لا شيء عليه. فإذا حصل المانع أنا قرب من الركوع من حد الركوع من الركبتين، فإذا حصل الركوع الواجب تعرف أنه في الفريضة لا يعيد لا يرجع، فهمت؟ نعم. وإن كان قبل الركوع يرجع يرجع ويعيدها، وإن كانت الفاتحة يسجد البعدي، وإن كانت السورة لا يسجد شيئا، لأنهم باب تتليل السورة في النافلة، إذا وصل إلى حد الركوع لا يرجع ولا شيء عليه، سواء كان جريء في السورة
سواء كانت فاتحة أو سورة. وذاكر في النفل قبل عودي ثالثة رجع. رجع علي البعدي ذاكر هذا قلنا زيادة ركعة تختلف في الفريضة مع من النافلة. ذاكر ما أوضح ذلك يريد لا 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 يبقى لا يبقى الحكم في غموض لا يبقى الحكم في غموض. قال ذاكر وذاكر في النفل قبل عقد وذاكر في النفل قبل عقد ثالثة رجع عليه بعد. هذا لا يختلف هو الفريضة في هذه المسألة فقط إيضاح من معناها من تذكر في النافلة قام لركعة ثالثة. ومالك لا يرى أربع ركعات خلاف أبي حنيفة يرى أربع ركعات أحيانا. فمن تذكر قبل أن يركع في الركعة الثالثة فعليه الرجوع. قام لركعة ثالثة ناسيا أن النافلة تكملت. نافلة عرفنا ركعتين. نعم. ركعتين ركعتين. فقام من الركعة الثانية ناسيا إلى الثالثة. هذا قبل أن يعقد الركوع قبل أن ينحط وتقرب يده يرجع يجلس ويسجد البعد يتشهد ويسجد البعد. هذا أمر طبيعي كذلك هذا بالفريضة. لكن سيأتي الفرق الآن. فإذا عقد الركوع في النافلة فليتهيأ لركعة الرابعة. ولكن بالفريضة لو كانت صلاة الفجر أو صلاة المغرب وزاد رابع وزاد هذا لا يرجع في الوقت الذي تذكره ولو زاد ولو زانوية تبطل صلاته. نعم سبحان الله. هو فقد يكمل يعني إلى الرابع. نعم من فريضة يرجع مباشرة عندما يتذكر في أي وقت سواء كان عقد الركوع أو لم عقد الركوع. نعم وإن عقد ثالثة تهيأ وإن عقد ثالثة في النافلة تهيأ فليتهيأ لركعة الرابعة فليسجد ركعة الرابعة. يحضر لركعة الرابعة وسجد القبلية يسجد القبلية. لصارت النافلة هنا أربع ركعات مراعاة لقول أبي حنيفة ولم يجلس بين الركعات الأربع. يسجد القبلية كأنها صارت النافلة أربع ركعات. صار كمن نقص الجلوس الوسطى في الفريضة. وهو ينوي بين الصلاة لا لا فقط يكمل يكمل فقط. هي صار الآن انكشف الحال أنها صارت نافلة أربع ركعات ولم يجلس بينها. بعكس فرضه فيرجع سواء عقد ركوعا ويسجد البعدي لأنه تمحضت الزيادة. وذاكرا مثل ركوع وسجود. نعم وركنا خسر هذه التي ركنا خسر. وذاكرا مثل ركوع والسجود والفاتحة هذه أركان تذكرتها بعد أن طال الوقت طال محل التدارك. فالفريضة تجب إعادتها والنافلة لا تجب إعادتها لأنك لم تبطلها عمدا. النافلة إذا لم تبطلها عمدا لا تجب إعادتها بخلاف الفريضة. والصلاة الباطل النافلة نعم طبعا باطلة لا تجب إعادتها. نعم من بعض طول وسلام لا يعيد وقال لا يعيد معناها نعم. باطلة لا يعيد لا يعيد النافلة وفي الفرض يعيد أبدا. ويقول من بعض طول وسلام عندما بعدما سلمت وطال الوقت بعدما سلمت لو ما طال الوقت تتداركه تأتي بركعة وتسجد البعد في النافلة إلى أن لم يحصل طول مانع من البناء. نفهم في الفرض يعيد أبدا هي حصل الطول كمبطل النافلة كذلك من أبطل النافلة تعمدا فإنه يعيدها. من أبطل نافلته تعمدا ترك منها ركوعا وسجودا وتكلم فيها عمدا فإنه يعيدها لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم عندما تدخل بالنافلة تجب ولا تبطلها. فقط حكم آخر إضافي ناسيا أو سهوا لا يعيد لكن لو كان عمدا مبطل النافلة تعمدا. يا أبا محمد انتهينا يا خالد انتهينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم آمين. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل القرآن نقلا مسلسلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيوخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيوخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيوخنا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا وطلابنا ومن اوصانا. اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم في دارك، اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم في دارك، اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم في دارك يا رب العالمين. جزى الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول، جزى الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول، جزى الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول، جزى الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول، جزى الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول، جزى الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول، جزى الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول، جزى الله عنا سجدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول، كل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. رب العزة عما يصفون.